وقل رب زدني علما. ولذلك هؤلاء لما كمل توحيدهم عظم أثره عليهم، أثر عليهم تجده ظاهر في أرزاقهم، في صحتهم، في ذريتهم، شيء عجيب. بعض البيوت يا إخوان التي شهر أجدادهم بالتوحيد تجد الله حافظهم بالتوحيد إلى الآن. رجل كان اسمه فلان مخالف الفلاني من إحدى العوائل المعروفة، ليش هذا يا إخوان اسمه مخالف؟ ايش تتوقعون؟ ها؟ مخالف للشرك. هذا الرجل من بلد من البلدان البعيدة عن نجد، وسمع بدعوة التوحيد فقدم على نجد وأشرب في قلب حب التوحيد، وذهب إلى قومه وصار يدعوهم بالتوحيد، وكانت الدولة السعودية الأولى قوية وظاهرة على تلك البلاد. ثم صار ما صار من نكبة الدرعية وتقاصر حكم الدولة السعودية الأولى، فتسلط عليه أعداؤه ووشوا به إلى الأتراك وقالوا هذا مسمينه فلان الفلاني. قال له التركي أنت ليش فلان مخالف الفلاني؟ قال لأني مخالف المشركين. قال لأني مخالف المشركين. فأخذوه الأتراك ووضعوا في يديه السلاسل، فلما أصبحوا وجدوا هذه السلاسل مفكوكة، فقالهم القائد حقهم قيدوه مرة ثانية، هذا من اللي فكه؟ فقيدوه. لما جاءوا اليوم الثاني الصباح وجدوها مفكوكة، قال لها التركي أنت معطين هذول العسكر رشوة أو أحد من أقاربك معطي هؤلاء رشوة؟ قال أبد ما أعطيتهم. قال من يفكك؟ قال ما أدري من يفكني، أنا أصبح وأنا مفكوك. في الليلة الثالثة وضع عنده نحو 20 جندي وأكد عليهم. لما أصبح الليلة الثالثة وكانوا يريدون أن يأخذوه ويقتلوه، لما أصبح الليلة الثالثة وجد هذه السلاسل محلولة مفكوكة، فقال هذا التركي هذا الرجل لو قتلناه سيأتينا منه بلاء، ولكن أطلقوه يرجع إلى أولاده. هذا الرجل رجع إلى أولاده وكان له عدة أولاد، فتآمر قومه أن يقتلوا من أولاده كل سنة واحدة لأنهم على التوحيد، قالوا هذا إذا بقوا شر علينا. فلم يزالوا يقتلون واحدا واحدا حتى بقي منهم واحد وأنجب ذرية موجودين إلى اليوم فيهم دين وخير وصلاح. شوف التوحيد كيف يحفظ الإنسان. والدهم أن تنظر كيف أن هذا يقيد بالسلاسل يفكها من وحده سبحانه وتعالى، توحيد هو اللي يفكها عنه. رجل مرة قال لي أنا كنت دخلت يدي في المزرعة في الحيالة على لغة الشيبان الأولين وقرصتني عقرب، يقول عقرب، يقول يوم رفعت الحصى وقال لي ذيك العقرب السود الكبيرة وأنا أضربها وأذبحها، يقول وأنا أقرأ الفاتحة 7 مرات وأنفث على أصبعي والحمد لله طبت. قلت له ما رحت المستشفى؟ قال له طبت الحمد لله. شف الفاتحة 7 مرات السم الذي يقتل ما قتله، ليش؟ التوحيد، العقيدة، العقيدة الصادقة، يؤمن بهذه الفاتحة بمعانيها الحقة، فلذلك قرأها 7 مرات ما احتاج إلى طبيب. لماذا؟ لأن التوحيد قوي في قلبه. ولذلك الإنسان يا أخوان يحرص على التوحيد ليقربه إلى الله، يقربه إلى الله. التوحيد خير لك في دينك، في دنياك، في رزقك، في صحتك، في أولادك، لا تجد شيء أعظم من توحيد الله سبحانه وتعالى أبدا. ما أنتم فيه اليوم هو من التوحيد، من التوحيد ترى، ما هو بقوة ولا اصطفاء من الله عز وجل لكم لأجل أنسابكم ولا أرضكم ولا غيرها، لا، هو بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد تجد فيه ناس، أعرف ناس من أهل التوحيد يصلي أحدهم في الليل 4 ساعات ممن هو فوق 100، يقول لا أترك أحد من أهل هذه البلد خاص وعام إلا دعوت لي. بهؤلاء يحفظ الناس، بالصالحين هؤلاء الصادقين مع الله عز وجل الذين لا يعرفون الفلاشات ولا المناصب ولا الرئاسات، هم الذين يحفظ بهم الله عز وجل، يحفظ بهم الله عز وجل الناس في دينهم ودنياهم. ولذلك الإنسان يتعلم التوحيد كي يحفظ نفسه من أن يكون من جثى جهنم.
التوحيد خير لك في الدنيا والآخرة. فأنت عندما تأتي الأندلس التوحيد ترى ما هو ثقافة، إنما هو دين يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قرأت آية أو باب من أبواب التوحيد أو حديث فيه، أنت انظر ما فيها من المعاني التوحيدية واجمع قلبك عليها وتلذذ بها كي تجد أثرها في نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد وأن يتوفنا على التوحيد. نعم.